تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط فرد تكفيري، وذلك اثناء قيامه بمراقبه تحركات القوات بوسط سيناء. كما تمكنت القوات من تدمير 8 مخابئ بداخلها مواد متفجره وادوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفه، فضلا عن تدمير مخزن للوقود و7 اوكار بها مواد اعاشه وكميه من المستلزمات الطبيه خاصه بالعناصر التكفيريه. في سياق اخر، تمكنت عناصر التامين من ضبط عربه ربع نقل بداخلها كميات كبيرة من آليات البانجو أو من نبات البانجو المخدر. هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها للقضاء على باقي العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.